شركة هجدة يسكت دبريتك هولها بيها في الدور كي نظافدة أو أي سوق من قابسة وسارد التمرت أي قيرات كبيا حكومة الفدرال كصومالية أي لغو قبتي مجال هذا مقدشة شركة أو أي كسوق يبقلن هاي دا عالمي أه أي وزارة ده التمرت أي قيرات كبيا دولة قبل ذي ذا أي سنة كيب مر لقبتها يدو ديرة اللغو سعر وح أو قبسوه مي وزارة ده هسي وقررنتي أقاسمها واحدة بيها وسارة تمرت إيا قيرات كبيا حكومة فدرالك الصومالية إنجنر علي محمود حرسي أيا ده فوري شركة شركة أنا إنه ما أنت يسوقني وشركة صدح برضلا وخنتي مروا البيان وقبسن شري مروا البيان وقبسن شري وينوسع عن شري شركة أس أو سيد الله هجي لها واشكا بيها في دورك يعني لا فضح مرة ماشى إنه كتاعنا هاي وحين أوقع قبصامي أن عقبها هتشرة وحأوبها أن ترى يتصارع إن لقب حيوه ما مول وول برا رنتي أن ماشى وكمرة يو واحد نبتها هاي ستة يترى ثلاث تروي كلوبة هي هاي إن لا صح لأن واحد بوح على قبر تاع عشر واحد كاستو أمرك ونعكسنا إن لا سيوده وحأوبها أن مركا إن لبدلنا لبدلوه أن هم اللي يمهمدوا مركا واصلة حملك السعودي وزارة ذها بيها إدولة قبل ذلك على أهجل مدوك هيرشبيل جبلان بنتلان إس سي قاتم يكون فرق البيت أيضاً كذاك على مهمة وشركة أولى هي مع ملذة أي خي مادين صدق استدان هاي فلات كأذ وحلو بدي لكن الحمد لله كورتي في رمضان سبيني سلايت كأرك دونتين يعني سيدا مسقولة حتى نخسوا قاضو كله سويل كولابس أنا أقول عجري هذا سوق عجري وحكروا الأجري هذا جور جرتي مسؤولها جو أجري وهي أن لو حكى قبل هذا نيو ديزاين أيام سميلي وما تنجن دولة فدرال كأيام إن أنا وما تلا دولة كونفرج البيت عن كوه الله يوم جع إن مذحوين هاي نوه ريو فدرال ك يوكيا كونفرج البيت إن الشركة نصدح بالله أمر بالقبن جري وسان ما أردت أسوق قبسو مجري هذا أنا ما أردت ما أنت لقدر واجي إن إس إس سي قاتوما إن أسوق بيرتو هذا نوفا أحسن نهاي أنا جو ما أردت ليكون فرق البيضة سيدو عبد الحسين هو ريوري هانين لو هذا هكذا لو هذا شركون وإذا سوقيني أنا ما أردت عن واحد كبرنا أنا جانا واحد أيدين برنا أدي هذا ما أردت أوفر أحسن نهاي قل مدوهان إن شركة كسوق قيب قلنا أنا جو ما أردت متلين دولة قل مدوك سيدا أكتهين قل مدوك حالا بضان باكا سعادة وماركتا اي ان عدو قل لقد القادة ودنك اي ماركتا استيديادة كو وها اي كوشرتا دانكا ماركتا اي رابطانك بيها اي ماركتا ادي قواشكا ادي اي او باهانتا باهوين باكا شرتا هالكان ايا ماركتا اي ماهانتا كوسا بانديك دونا ان شاء الله ديبكا كتشرا قل مدوك ادي نقول هدنك بيها ينظافادة اي فيا دوركا وأنا أقول أن هذا المشروع كسب بها وأنا كسب بها وأنا أقول أن هذا المشروع 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 كسب بها وأنا أقول أن هذا ee challenges kala xariiro maaragtay wash hirshabeelle ayaan soo jeedi doonaa ayadu isku jirto challenge badan ee ugu horeeyaan maaragtay biyaha fatahadaha wabiga oo maaragtay dhibaatooyin badan geysto marar badan marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in shirka aanu noqon doono shir miradhal ah maaragtay maxaan ku dhahaa wixii aan soo jeedinaa insha Allah ay noqdaan wax maaragtay laga qaado meeshoodii oo maaratay bulshooyinkii u baahnaa maaratay in wax qabadka la gaarsiiyo insha Allah waxa u baahnaayeen aad baan ugu faraxsanahay lamaanta aan ka soo qayb galay anoo matalaya afka maamulkayga si qaatumo iyo soo dhawaynta aad isoo dhawaysay maamul goboladaasiin kulli deg waxaan kala kulmay iyo waxa ay isay noqotay bismillaaha aan u gudagalo المعمول كيس سيقاتو وساد خورايسان وين مرحلة دو كتير واد اكتين انتي اندقال كسعودين واد خورايسان دي وحي واشك بيها شركة دي بيها سيدا لوقالي دامام كي يميليه دام كي ان لغا دي استنود دقال
oo waliba ay hadda in biyo galeen oo dadkii cabiyaan dabcan kulli waxa ay fadhiya in bastashki iga qabilsan wax qaad in injineer Ibrahim oo soo jeedin doona waxaan rajaynayaa inaan kala tago meesha dadkii dib ugu noqdo wax mi la dhala oo iyo wax qabadkii muuqdo oran kala saddex kaas dadkii wax waxba soo gaarin in aan maaragtay wax qabad muuqdo kala noqon doona insha Allah aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirkan saddex bilood la ah ee washka looga hadlayay maanta sida la socotaanba baahiyaha biyaha waa iska badan yihiin soddon sano ka badan baan ka shaqaynayay waxay ila tahay waxaan maanta filaynaa shirka inay ka soo baxaan wax wax ku oola marar badan waa la fariistaa war baa la keenaa waa looga tagaa meesha waxaan isleeyahay wax ku habboon inaan wax wax ku oola aan ka soo saaro si dhabana aan wada hadalno sidaad idinka raxaweyn ba yiri muxuu ahaa maalintan baydhaba toban mita lagu gaaraa Puntland 800 oo yiri kaas faylantii aan leenaa anaga afraxaweyn waa macnaha xaqiiq jirta waay laakiin waxa dhici karta hadda inaad ogaataan hadda dowlo ceel baa laga qodayaa inta Puntland la qodaan laga qodayaa waxa arkeenay technical assessment adag baa la sameeyay oo aad u habboon iyo garaan wato maabin oo aan isleeyahay wadanka dhan wax tari doona maalin marka dhamaantii waa salaamintiin waxaan rajaynayaa insha Allah shirka uu nooga soo baxo aqoonyahanada iyo dadka soo qayb gal dhamaan inay isku dayaan awoodooda inay muujiyaan maxamed soofeysan shabeelle TV muqdisho abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.